تحية سلام وعطرة تبعثها إليكم أختكم زهرة شكلاط من الجزائر. أنا شابة من بين آلاف الشباب، لم أعهد يوما إسماع صوتي، ولكن أمام خطورة الموضوع ارتأيت إلى أن أدقدق أحبال حنجرتي لأسمعكم نغمة الاستهجان والاستنكار ولم لا التغيير. العزلة، الجهل، التخلف، التنشئة الخاطئة للأسرة، التضييق السياسي، القراءة الخاطئة للدين، كلها معايير تؤدي إلى التطرف. ولأني أعي حساسية الموضوع أناشدكم، بل أناديكم إلى دعم سياسة الحوار، إلى تبني ثقافة السلم، إلى الانفتاح، إلى تقبل الاختلاف، لأن الاختلاف ليس جريمة. صارحكم بشيء، أنا لا أخشى اختلافكم، لأنكم مني ولأني منكم، فلا حل للتطرف إلا بهذه.